حلم حياتك يبقى عندك يخت، يبقى الفيديو ده ليك. شركة سفري بتقولك حلمك هيبقى حقيقة. عملاق تصنيع وبيع اليخوت داخل مصر والشرق الأوسط. معانا هتختار كل التفاصيل بنفسك، كل الفرنيتشر اللي انت عاوزه، وهتختار بنفسك التصميم الخارجي والداخلي لليخت. وده عشان في شركة سفري هتلاقي كل اللي انت محتاجه، ومعاهم تيم من أكبر مهندسين في مصر والوطن العربي موجودين بس عشان ينفذوا كل اللي بتحلم بيه. واليخت ممكن يكون دور واحد أو دورين أو تلات أدوار، والمفاجأة الكبيرة إن اليخت بتاعنا كمان أربع أدوار. معانا هتلف العالم بيخت 7 ستار، مميز من الداخل ومن الخارج. ولسه مفاجأتنا ما خلصتش، مفاجأتنا المرة دي مختلفة. هتلاقي في اليخت جاكوزي على مستوى جديد وأكبر عدد غرف وحمامات مش هتشوفه إلا في اليخوت بتاعتنا. وسبقت أعمالنا مع شركة المسطحات وحرس الحدود والوحدات البحرية، واشتركنا في 12 مركب صيد تبع الثروة السمكية، وده كان بناء على تعليمات رئيس الجمهورية. وكمان عندنا مكاتب استشارية في كل التخصصات من المهندسين والمصممين ومكاتب الديكور، وعندنا كل التخصصات من الفايبر جلاس والحديد والدهانات. وده كله بيخلينا نقدم لك أعلى جودة بأسعار تنافسية. للحجز والاستعلام يرجى الاتصال على 04-70-78-79. زيت شيفا كوين، أول زيت مرخص بخلاصة بذور العنب في مصر والشرق الأوسط، في تركيبة خاصة هي الأفضل في علاج تساقط الشعر وزيادة كثافته وإعادة إنباته من الأطراف. الزيت له كوزموميديكال إفكت، حيث يحتوي على مادة تساعد على علاج قشرة الشعر، فلو في قشرة في الشعر ستختفي القشرة تماما بإذن الله. يعمل زيت شيفا كوين بخلاصة بذور العنب على كثافة الشعر وتثقيله للأطفال، وبيدي نتائج هائلة جدا، فهو خاصة بالأطفال أيضا. يحتوي زيت شيفا كوين بخلاصة زيت العنب على مادة مضادة للأكسدة أقوى من فيتامين ه بألف مرة، وبالتالي يعمل على المحافظة على الشعر وتقليل ظهور علامات تقدم السن. يعمل كعازل ضد أشعة الشمس ويعالج التهابات البشرة أيضا. زيت لكل الأسرة. للتواصل ستظهر أرقامنا على الشاشة. لطلبات الجملة 010-16-28-73-85. لطلبات المنتج 010-66-24-39-97. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج انتباه أيها السادة. وكالعادة بنبدأ حلقاتنا بفقرة دينية وفقرة تحفيزية وفقرة رياضية. الفقرة التحفيزية والفقرة الدينية النهاردة عظمة، وخصوصا الفقرة الدينية. النهاردة هنتكلم عن قصة عظمة عظمة عظمة، عايزك تستفيد بيها وتركز معايا قوي فيها. لك أن تتخيل أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحكي عن قصة واحد وقف قدام ربنا يوم الحساب. ركز قوي عشان كلنا بلا استثناء هنقف في الموقف ده، أنا وحضراتكم والمخرج والمؤلف وكل الدنيا هتقف في نفس الموقف ده. سيدنا النبي قال واحد وقف قدام المولى سبحانه وتعالى، وعلى يمينه ملك السيئات جاي بقى بسيئاته، وعلى شماله سوري على يمينه ملك الحسنات جاي بحسناته، وعلى شماله ملك السيئات جاي بسيئاته، وعايزين نشوف أني كفة اللي هترجح. فوجئوا ان كفه السيئات هي اللي رجحت، فربنا قال له خدوه للنار، ودوه النار بالبلدي كده. الملائكه واخدينه وماشيين، فكل شويه كل خطوتين كده يبص ورا ربنا، كل خطوتين يبص ورا ربنا. فربنا قال لهم هاتوه او ردوه، هاتوهولي ودوه لربنا. لكم ان تتخيلوا ربنا سبحانه وتعالى ساله 3 اسئله وهو جاوب اجابه واحده فقط.
تعالوا نشوف عظمة ربنا سبحانه وتعالى وجمال القصة وقد إيه أنت هترتاح نفسياً مع أستاذ محمد دياب دلوقتي لما نسمع مع بعض ربنا عمل مع العبد إيه. نشوف مع بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث رجل للحساب فتثقل موازين سيئاته فيؤمر به إلى النار، فلما أخذته ملائكة العذاب جعل يتلفت، واخدا ملائكة العذاب رايح جهنم، وطول ما هو ماشي مع الملائكة عمال يبص وراه، فقال الله: ردوه، فردوه، فقال الله جل جلاله له: عبدي هل لك حسنة عملتها لم تجدها هنا؟ قال: لا يا رب. فقال الله: عبدي هل وجدت في صحفك ها هنا سيئة أثبتها عليك ملائكتي ولم تعملها؟ قال: لا يا رب. فقال الله: فلم تتلفت؟ فقال: ما كان هذا ظني فيك يا رب. كان ظني فيك إنك هتسمحني هتعديها لي دي. فقال الله: خذوه إلى الجنة. الله، دايما كنت اقول لحضرتك خلي ظنك بالله خير هتلقى كل الخير، دايما في كل حلقاتي بقول لك خلي ظنك بالله خير هتلقى كل الخير. استاذن استاذ محمد دياب ارقام بس تنزل على الشاشه عشان الناس بتزعل قوي من الارقام بتتاخر، شكرا لمعاليك. قبل ما ندخل في الحلقه بتاعتنا وندخل على الفقره التحفيزيه، في صوره هتظهر معانا بعد ثواني، والصوره دي رساله لحضراتكم وليا قبليكم. كنت من كام يوم واقف في حي العجمي وماشي كده بالصدفه، فلقيت استاذ عبد العزيز قاعد وصوته جايب اخر الشارع، اخر الشارع هو من حي العجمي. مالك يا استاذ عبد العزيز؟ قال لي: كل يوم في الهم ده، والله كل يوم يطحون في الهم ده. اهدى كده واستهدى بالله، كوبايه ليمون يا جماعه. قال لي: انا خلاص اتخنقت، كل يوم زعيق وصوتي يجيب اخر الشارع والى اخره. المهم الكلام ده كان اول امبارح، لكم ان تتخيلوا. نظهر الصورة كده يا أستاذ محمد بعد إذنك. البقاء لله في أستاذ عبد العزيز، دي رسالة لكل الموجودين طبعا بالنيابة عن كل زملائي بالأصالة عن نفسي، بنعزي حي العجمي كله برئيسها أستاذة هدى بوكليلة، بنقول لك بقاء لله والدوام لله. طبعا دي رسالة قوية جدا إن حضرتك النهاردة معانا، بكرة ممكن ما تكونش معانا، دلوقتي معانا، بعد شوية ممكن ما تكونش معانا، فخلي بالك قوي وحاسب قبل ما تتحاسب، حاسب قبل ما تتحاسب. تعالوا ندخل على الفقرة التحفيزية، وكتير جدا مننا بيبقى عايز يعمل مشروع أو عايز يقدم على حاجة ويوم حاكي لزميله، حاكي لقرايبه، حاكي لجيرانه، لمعارفه، ما بيعملش حاجة. عشان كده نصيحة: وما دامت الدنيا إلا بالناصحين. لما تنوي تعمل حاجة ما تحكيش لحد، احكي بعد ما تعمل، لأن أنت لو حكيت قبل ما تعمل الحاجة دي مش هتتعمل. عشان كده دايما لما تنوي تعمل حاجة نصيحة ما تقولش لأي حد خالص. عايز أقول لكم إن في بعض الناس صدقوني وبيحصل معايا ومعاك ومع غيرك، يبقى نازل يلعب رياضة، رايح الجيم، يقابل ناس من أصحابه يقولوا له: يا عم هو أنت هتبقى البيج رامي ده، أنت أسبوعين ثلاثة وهتقعد واللي أنت عملته هيرجع أوحش من الأول. يوم واخد بعضه وراجع، وكمية الإحباط اللي أخدها تقعده في البيت تخليه ما يعملش أي حاجة في حياته. واحد تاني وأنت رايح تطبق كلام طاحون وتقول: طاحون قال لي احفظ خمس جمل كل يوم، يعني في الشهر 150 جمله، يعني في السنه 1825 جمله. هتلاقي واحد جاي يقول لك: يا راجل ده نص اللي قاعدين على القهوه معاهم لغات، ده نص اللي في كافيهات معاهم لغات ومش لاقيين شغل. هتحبط. عشان كده تاني نصيحه: وما دامت الدنيا الا بالناصحين. اوعى تسمع كلام حد محبط، قرب من الناجحين، قرب من الناس اللي عايزه تكبر، قرب من الناس اللي عندها فكر، قرب من الناس اللي حاطه هدف وخطه. كل الناس دي هتاخدك من ايدك كده وتوديك لبر الامان، هتنجح معاهم وهتكبر معاهم وهتوصل معاهم لهدفك ولحلمك. انما طول ما انت في وسط ناس محبطه، ناس فشله، هتفشل معاهم. يا اخي ده حتى بالبلدي بيقول لك: من جاور السعيد يسعد. تعالوا مع محمد دياب المايسترو بتاعنا نشوف مقطع لمحمد علي. تخيلوا رايح يقابل حد تقيل قوي قوي، الراجل ده ما بيتغلبش، ما بيتهزمش في حياته، وداخل وفريق العمل بتاعه، الفريق بتاعه، التيم بتاعه داخل بيه كانه رايح جنازه، مودينه كانه رايح يدفن. بص لهم قال لهم شويه كلمات تتدرس، بس انا مش عايزك تركز في الكلمات كلها، ركز لي في اخر جمله فقط لا غير، هي اللي انا عايزها من المقطع كله، لان هي دي اللي فيها الباريس كلها. نشوف كده مع محمد دياب ونرجع تاني.
شفت قال لهم ايه؟ لو فكرت زيكوا كده هفشل، عشان كده ما تخليش حد يفكر لك. راقب افكارك لانها ستصبح افعال، وراقب افعالك لانها ستصبح طباع، وراقب طباعك لانها ستصبح عادات، وراقب عاداتك لانها ستغير من مصيرك. خلي بالك، اوعى تخلي حد يفكر لك. فكر لنفسك واحلم وازرع الحلم جوه قلبك، ما تديش فرصه لحد يموتهولك، اضرب بما الحلم يبقى حقيقه. هتنجح. دي ركعة واحدة وسجدة واحدة لله سبحانه وتعالى، وتكون أبواب السماء مفتوحة، الدنيا كلها اتفتحت لك. الدنيا كلها تحت رجليك وبين إيديك. بس أنت اسعى. اسعى يا عبد وأنا أسعى معاك. علينا السعي وليس علينا إدراك النجاح. اسعى ومالكش دعوة. اجتهد ومالكش دعوة. اتعب ومالكش دعوة. اعمل اللي عليك ومالكش دعوة. سيب الباقي على المولى سبحانه وتعالى. تعالوا ناخد محمد دياب والمشاهدين ونروح على الفقرة الرياضية اللي فيها سياسة مستخبية. عايز أقول لكم، اسأل أي واحد ماشي في الشارع كده وقول له مصر هتاخد كاس العالم اللي جاي، مصر هتاخد كاس العالم اللي جاي، هيقول لك غطيها كويس دماغك طبعا وانت نايم عشان السقعة. ليه؟ لأن مستحيل مستحيل إن احنا ناخد كاس العالم. أقول لك أنا، سأل الممكن المستحيل أين تسكن فقال له في عقول العاجزين. مفيش حاجة اسمها مستحيل، المستحيل ده في عقل العاجز بس، بس عشان إحنا عاجزين عن ده، ما عندناش الحلم لده. أقصى حلم ممكن نتخيله وإحنا بنقوله للعيبة حاجة واحدة فقط لا غير. إيه هي؟ حاول بقدر الإمكان إن أنت ما تخسرش كتير. يعني ما نشيلش ستة، ما نشيلش سبعة، ما نشيلش عشرة، لأ. نخسر بواحد عشان شكلنا يبقى حلو قدام العالم. ما عندناش الثقافة القروية اللي تخلينا مية مية، اللي توصلنا لكاس العالم أصلا. أنا مش مصدق. ليه أستاذ مجدي عبد الغني أو كابتن مجدي عبد الغني، لكم أن تتخيلوا، كان عنده ابنه في ابتدائي لما جاب الجون في كاس العالم. ابنه دخل إعدادي وثانوي وجامعة وتخرج وهو لسه بيقول له أبوك آخر واحد جاب جون في كاس العالم. بعد كده ابنه خلف وبقى عنده أحفاد، وأحفاده كبروا بقى يقول لهم جده يا حبيبي آخر واحد جاب جون في كأس العالم. ليه مجدي عبد الغني يفضل ينزل لنا العمر كله بجون عشان نقعد قرن قرن عشان ندخل كأس العالم؟ ليه؟ هل ما عندناش مدربين؟ ما عندناش لعيبة؟ ما عندناش ملاعب؟ ما عندناش ثقافة كروية؟ نتعلم، نصفر المدربين يتعلموا ييجوا، إيه المانع؟ طب بلاش نتفرج عليهم، نتعلم منهم. هوريكم مع محمد دياب بعد ثواني جون انا نفسي قبل ما اموت اشوفه في فرق من الفرق المصريه، ويا سلام لو الزمالك عشان انا زملكاوي. تعالوا كده نشوف هدف، استمتع مع طحون، شاهد مع طحون، شوف الجمال، شوف الحلاوه، شوف الروعه، شوف الكوره، شوف ازاي بيجيبوا الجون. نشوف مع بعض الفقره دي. تقريبا دقيقه ونص، تقريبا كده دقيقه ونص، دقيقه ونص ما فقدوش الكوره، دقيقة ونص سلم واستلم، دقيقة ونص باصي وهات وخد، دقيقة ونص في الآخر جون. إحنا تقريباً ما بنعرفش نستحوذ على الكرة 30 ثانية على بعض. عبيله واديله. أتمنى قبل ما أموت أشوف هدف مصري بالجمال ده، وأتمنى قبل ما أموت نكون دخلنا كأس العالم وخدنا كأس العالم. أوفر ماي ديد بادي على جثتي. تعالوا نروح للحلقة بتاعتنا وندخل على أول فقرة من فقرات البرنامج مع مذيع مصر انتباه أيها السادة أحمد طحون. ودايما كنت معودكم إن أنا أي رئيس حي بنزل معاه، المحافظ بنزل معاه، الدنيا كلها بنزل معاها، وبينزلوا معايا عشان حضرتك، عشان غلاء الأسعار،
عشان المبادره اللي بداناها من اسكندريه تحت قياده اللواء محمد الشريف اللي بحييه من على الهواء طبعا، بقول له الف شكر ان انت قلت لنا ابداوا. واللواء طه زهير اللي مش سايبني لحظه، وكل رؤساء الاحياء في كل حته في مصر وبالاخص في اسكندريه مش سايبني لحظه. اللواء طه زهير طبعا تحيه خاصه لحضرتك، وبجد بقول لك الف شكر والف سلام وتحيه. الراجل بداناها بحمله السجاير، بعد كده نزلنا على اللحوم، النهارده جايب لكم المخابز الفران. نزلنا على الفران بتاعت العيش ودخلنا وشفنا وزن الرغيف شكله ايه، والتاجر بيعمل ايه، صاحب الفرن بيبيع ازاي، المواطن بياكل العيش شكله ايه. خايفين على حضرتك، ساعدني ان انا احافظ عليك، ساعدني ان انا ارجع الاسعار، ساعدني انا والداخليه والقوات المسلحه ورؤساء الاحياء والمحافظين والوزراء ان احنا نرجع الاسعار تاني. انا لوحدي مش هعرف اعمل حاجه، سيادتك موبايلك وكاميرتك سلاحك، اي فرن بيبيع بالغالي صور وابعت لي، اي محل بيبيع بالغالي صور وابعت لي، اي واحد بيقول لك السجاير ب 60 جنيه صور وابعت، اللحمه ب 350 جنيه صور وابعت. مش طالب من حضرتك غير ان انت تصور من غير ما ياخد باله، وابعت لي وسيب الباقي على المولى ثم العبد لله ثم المسؤولين المحترمين اللي واقفين في ظهرنا. تعالوا نشوف اللواء طه زهير وكميه الابداع وكميه الجمال وكميه الروعه. ايه ده؟ الراجل نازل من مكتبه ورايح معايا وكبسنا على الفرن بتاع العيش وهو عامل مصيبة. ايه المصيبة؟ نشوفها مع بعض. زي ما تعودتوا معانا مذيع مصر احمد طاحون وسياده اللواء طه، نزلنا شفنا الجزارين بيعملوا ايه، ونزلنا شفنا بتوع السجاير بيعملوا ايه، النهارده نازلين على الفران. هنشوف بقى فرن العيش وصاحب فرن العيش هل هو بيبيع صح ولا بيبيع غلط، نشوف الوزن هل هو صح ولا غلط، وعامل لكم فجأة كبيرة جدا النهارده مع اللواء طه، بس مش هنحرقها مع بعض. شكرا سيادة اللواء وعلى تعبك معانا، وان شاء الله يكون يوم حلو زي كل مرة كده. شكرا شكرا. والمفروض ان هو اصلا ما يبقاهاش شقاره، بيبيعها المواد صح يا استاذ اللواء؟ بيبيعها المواد اللي غلبان عادي خالص. النهارده هو وقف. بصوا كده، دي الشقاره دي المفروض ان هي بتتعمل عيش وتتباع للمواطن اللي غلبان. باعها شقاره كامله. دي شقاره دي مدعوم زي ما انتم شايفين كده، بتتخبز وتتباع للمواطن على البطاقه بتاعت العيش بخمسه سعر الرغيف. من طبعا ده يجوز للفرن اللي هو يبيع الدقيق خارج الفرن. احنا جالنا بلاغات وعملنا كمين في الشارع قبل الفرن، وطلع احد الموظفين دلوقتي ومعاه شكاره دقيق اهي. شاريه منين؟ من الفرن اهوت. هناخده نتوجه بيه طبعا على الفرن دلوقتي. بس استنى كده الفرن كده هيقول ايه؟ بعد الشكاره تعالى. لا يا جماعه تاني اهو، سياده اللواء داخل على الفرن اثناء ما هو بيبيع للمواطن، باع له شقار الدقيق. اشرح لكم، باع له شقار الدقيق، المفروض ان اصلا ممنوع ان الفرن يبيع شقار الدقيق، يعني بيتعمل عيش ويتباع للمواطن العادي. نشوف كده مع بعض. تعالى بتبيع ايه؟ الفرن عندك ادي شقار الدقيق اهو، تعالى شقار الدقيق طبعا الفرن اللي عندك مشغوله؟ اللي عندك بيطلع طبعا. احنا مش هنلفها لك شقار الدقيق اهو، عشان طلع من عندنا دي. شقار الدقيق طبعا من عندك اهو. طلع من عندنا؟ فين يا ابني الاخ اللي اشترى شكار دي؟ فين عاطف؟ تعالى تعالى عاطف، احنا واقفين له وهو بياخد شكار دي من عندك. مين اللي عنده شكار فيه؟ مين؟ مين؟ انت الحاج اللي بعلك بنفسه؟ تعالى كم؟ ها؟ الحاج اللي بعلك بنفسه؟ ايوه. بعلك كم؟ بعلك بكام يا عاطف؟ دلوقتي؟ بعلك بكام؟ بكام؟ خد منك كام؟ 650. كم؟ 650. 650. 650 جنيه؟ 650 جنيه. طب يا حبيبي مش هتشتري. شكرا. طبعا اللي انت عملته ده لكل مشاهدين مذيع مصر احمد طاحون، استاذنكم لو سمحت موبايلك سلاحك،
كاميرتك في الموبايل هي اللي هترجع الاسعار تاني، مش طالب منك غير ان انت انزل دلوقتي واشتري وصور، صور في اللحوم، صور في الليفران، في الخضار، في اي حاجه انت بتشتريها، حتى في السجاير صور. عايزين نعرف التجار ان احنا على نار، قاعدين فوق دماغهم، نازلين فوق دماغهم، هنرجع الاسعار. يعني هنرجع الاسعار. تعالوا نشوف بس، نكمل مع اللواء طه كده، قد ايه الراجل ده مهتم وقد ايه كل رؤساء الاحياء مهتمين ان احنا نرجع الاسعار مره تانية. نشوف مع بعض ونرجع تاني. سياده اللواء هيقوم بوزن العيش عشان يطمن ان المواطن بياخد حقه. انا مفيش تمويل طبعا دلوقتي، ماشي. قول الوزن قد ايه؟ وهنعمل ادعاء قانوني وهنعمل لك محضر وقضيه وهيجي لك حكم حبس وهيتغلى الفرن. ربنا كرمك وعندك فرن، حافظ على اكل عيشك. رغيف العيش ده امانه، رغيف العيش ده بتاع المواطن الغلبان الفقير، ما توفرش من الوزن بتاع الرغيف عشان توفر شكاره الدقيق وتدي البحر. ما انت بتبيع شكاره الدقيق بتوفير من الوزن بتاع الرغيف. اتقي الله، بنقول للناس يعني رحمه ورافه بالمواطن الغلبان. حمر في الارض يقمت منس في السماء. يعني يا جماعه احنا دلوقتي بداناها الحوم وسجاير وادي الفرن العيش، فاستاذنكم بالذات مدينه برج العرب هتلاقينا فوق راسك في اي لحظه، سواء كنت فرن، سواء كنت بتاع سجاير، سواء كنت بتاع عيش، ايا كان، حتى لو خضري هتلاقيني فوق راسك. اللي وطاها مش سايب اي حد. طبعا بشكرك على مجهودك الكبير. حياتي حضرتك ان شاء الله. شكرا. تحياتي مذيع مصر احمد طحون. دي أرضنا ودي مصرنا ودي الدرع اللي بنا ودي فجرنا لسه. شكرا من كل قلبي اللي هو طه زهير رئيس مدينة برج العرب، والراجل بجد كتر خيره هو كل رؤساء الأحياء إيديهم في إيد مذيع مصر وعايزين ننزل الأسعار. نروح على أستاذة أو مهندسة سحر شعبان حي غرب. عايز أقول لكم يا جماعة، يعني كلهم إيد واحدة، كلهم متفقين هننزلها هننزلها، بس أنتوا ساعدونا، إحنا عايزين المواطن يساعدنا. حضرتك صور وابعت عشان ننزل. الناس اللي بتسالني ليه اسكندريه بس، هي مش اسكندريه بس، انا في كل مصر، بس بدات تحت قياده اللواء محمد الشريف محافظ اسكندريه، بدات المبادره دي مع الرؤساء الاحياء عشان بعد كده نطلع على باقي محافظات مصر. تعالوا بس الاول اوريكم جمال برضو وعظمه وشياكه واناقه باشمهندسه سحر شعبان. الست دي على فكره يا جماعه بجد من رؤساء الاحياء اللي زي ما الكتاب بيقول، حاجه كده عظمه. نشوف بس مع محمد دياب ونرجع تاني. بكرة أحلى باللي جاي يتفق له خير، بالإرادة والعمل نفرق كتير. بكرة أحلى باللي جاي يتفق له خير، بالإرادة والعمل نفرق كتير. من أمام حي غرب محافظة اسكندرية، وزي ما تعودتوا مع مذيع مصر أحمد طحون بننزل مع كل رئيس حي ونشوف الأسعار شكلها إيه، بندخل على المحلات وبنشتري. التاجر اللي بيبيع بالغالي بناخد معاه إجراءات قانونية في نفس التوقيت، زي ما شفتوا كده في الحلقات اللي فاتت إحنا عاملين مفاجآت كتيرة جدا. اللي يقول لك السجاير ب 62، واللي يقول لك السجاير ب 50، واللي يقول لك ب 45. علبة السجاير يا جماعة المفروض بتتباع لحضرتك ب 24 جنيه، المفروض إن هي بتتباع ب 24 جنيه، إن هي تتباع ب 50 و60 و65، ووصلت في محافظة المنيا على فكرة غنى بلاغات 62 جنيه، دي حاجة ما يتسكتش عليها. تعالوا نشوف النهارده مع استاذ سحر شعبان حي غرب ايه اللي هيحصل، وهندخل المحلات ونشوف الفران ونشوف الجزاره ونشوف اللحوم ونشوف كل حاجه. الحد الغالي هنحاسبه، اي حد بيبيع بالغالي هيتحاسب. تحياتي مذيع مصر احمد طحون. ما
طبعا قبل اليوم ده بيوم واحد، قبل التصوير بيوم واحد، كنا في اتصال ما بيني وبين المهندسة سحر شعبان، يعني كان في أسئلة كتيرة جدا محتاجين ان هي تجاوب عليها، وقالت لي انا تعبانة جدا جدا بس هنزل مخصوص عشان اصور معاك وانزل معاك ونروح نشوف الدنيا ايه، يعني عشان الناس فقط لا غير. نزلت وهي تعبانة، نزلت وهي تعبانة، حط تحت دي 100 خط. يعني عملنا التصوير اللي انت شفتيه من ثواني ونزلنا على اساس نعمل الحملة بتاعتنا، الست للاسف ما قدرتش، ومش عايز اقول لكم اللي حصل يوميها. الف مليون سلام، سلام على حضرتك، وان شاء الله الحلقه الجايه تكوني معانا فعلا، وبجد بجد والله بالنيابه عن كل زملائي وبالاصاله عن نفسي الف سلام على حضرتك. بنعتذر طبعا لكل الاسئله المفروض كنا نجاوب عليها النهارده، بس هي فعلا تعبت منا جدا واضطرت ان هي تمشي. واحنا داخل الحي فوجئت ان المحافظه بعت ناس موظفين عشان يناقشوا الطلبات بتاعه المواطنين. ركز في اللي بقوله لك قوي، المحافظة بعت موظفين عشان يناقشوا شكاوي المواطنين. فرحت قوي، قلت ايه ده، يعني بجد الطلبات دي انتوا بتبصوا فيها؟ اه طبعا. بتناقشوها؟ اه طبعا. يعني ممكن يكون واحد ليه حق ترجعوا له؟ اه طبعا. واحنا بنهزر، كان في اعتقادي ان مفيش حاجة اسمها كده، كان في اعتقادي ان الطلبات بتتحط في الدرج، كنت دايما بعتقد ان المواطن اللي ليه شكوى انسى خلاص ماتت. لما دخلت الحي وشفت الموظفين وهم قاعدين وبيتناقشوا في شكاوي المواطنين، قلت الله اكبر ولازم اصوركم. نشوف كده مع محمد دياب ونرجع تاني. احنا دلوقتي حالا في داخل حي غرب مع استاذ صحر شعبان، وجدنا ان في لجنه جايه من المحافظه عشان تناقش التظلمات بتاعت الناس. تخيلوا لما المحافظه تبعت لجنه تم تشيك وتشوف التظلمات بتاعت الناس ايه اللي فيها، وابتدوا ان هم يتناقشوا فيها ويتناقشوا حاجه جديده جدا. تعالوا نشوف مع بعض كده. بكره احلى باللي جاي يتفق له خير، بالإرادة والعمل نفرق كتير. بكرة أحلى باللي جاي يتفق له خير، بالإرادة والعمل نفرق كتير. نفسها بعد ناس تشوف الظلمات بتاعت الناس، دي حاجه كبيره جدا جدا وحاجه خطيره. مفيش متوكل معظم صاحب الوظيفه لكم مع كاميرا صغيره، مش عامل لما تخاف مش عامل مش كل مواطن يجي التظلم بتاعه حاجه بس اللي هي الشقه بتاعته معلش ده بتديلها ازاي؟ لا ما حصلش. تمام. لو في اي حق محمد زيه ولا هيقف تظلمه سليم معنى كده انت ضمنت ان مفيش حاجه فعلا هي معايا مش فيها حاجه. لا مش بتفحص بس بتسال في الموضوع دكتور مصطفى عرابي رئيس لجنه الفحص بنفسه معانا يا جماعه، وطبعا ده حظنا حلو جدا ان احنا اتقابلنا معاك النهارده وعملنا برزنتيشن سريع كده، ان ساعات في ناس بيبقى ليها فعلا حق وناس مالهاش حق. ده هنشوف في الحلقه على الهواء ان شاء الله. تحياتي مذيع مصر احلى الطقس. طبعا ده مش في حي غرب بس، ده في جميع الاحياء. ادخل الاقي موظفين بيناقشوا شكاوي المواطنين عشان نعرف ايه الشكاوي دي ونحلها، اللي ليه حق هياخده واللي ملوش ينسى. تعالوا بقى نشوف الجندي المجهول في اسكندريه. الشخص اللي هنشوفه بعد ثواني انا مسميه الجندي المجهول، حاجه كده ما شفتش ولا هشوف. اللاسلكي مفتوح 24 ساعه، المكالمات 24 ساعه، الشغل 24 ساعه تقريبا، والله اعلم ما بيروحش بيته. انا لو مكانه مش عارف كنت هعمل ايه. تعالوا نشوف عملاق شركه نهضه مصر الاستاذ ياسر شعبان مدير حي غرب، عايز اقول لكم عملاق بمعنى كلمه عملاق. نشوف مع بعض. بكره احلى باللي جاي يتفق له خير، بالاراده والعمل نفرق كتير. معانا استاذ وليد حسن الاداره الهندسيه، وبعدين بقى ايه وظيفه الاداره الهندسيه؟ يعني الاداره الهندسيه دي لو في عندنا بيت مثلا في زياده او في تنظيم او في بتاع بيطلع لجنه عشان يبقى بتشكل وبتيجي لمصر الدكتور من كليه الهندسه بيقول اذا كان بيبدا يقرر اصلا اللي هو البيت عايز يطمن او عايز تنظيم او عايز ازاله، وبناء عليه بيجي قرار فيه وبعد كده بيتنفذ الموضوع. كويس جدا جدا. يعني معنى كده يا جماعه مش هد هد او اعمل لا 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 لا
لو سمع الموافقه طبعا الناس اللي كانوا حاضرين. لا لا ما مش هاخد دينا البيت هيقع عليك وهتموت انت وعيالك بكره احلى باللي جاي يتفق له خير بالاراده والعمل نفرق كتير هو اللي كان نازل معايا على السلم على فكرة وبشكره من كل قلبي على المجهود العظيم وبقول شركة نهضة مصر مبروك عليكم أستاذ ياسر شعبان لأن بجد الراجل ده أعتقد أنه شايل 90% من شغل الشركة هو وأسماء كبيرة جدا يعني باشمهندس حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة بجد برضو عملاق عملاق يا جماعة من ضمن العمالقة اللي موجودة داخل جمهورية مصر العربية وأنا بقول له أستأذنك عايزين نهضة مصر في كل حتة في مصر وفي كل محافظات مصر اللواء أحمد شريف لطفي أنا يا جماعة بس الوقت عندي أسماء كتيرة جدا الأستاذ إبراهيم كمال الأستاذ حسن حماد الأستاذ شريف كلهم اسماء عمالقه يعني سمير رشوان احمد شحاته استاذ سراج والله كل واحد المفروض اقول البوزيشن بتاعه ياخد حلقه كامله بس غصب عني عشان وقت الحلقه تعالوا مع محمد دياب كده نروح على السجاير السجاير كوكو الضعيف وصل ل 60 جنيه الكليوباترا وصلت 60 جنيه لك ان تتخيل بتخرج من المصنع ب 20 جنيه استاذ محمد زوم لي على العلبه بعد اذنك العلبه دي بتطلع من المصنع ب 20 جنيه التاجر بيبيعها لحضرتك ب 62 جنيه في المنيا والنهارده في القاهره وباقي المحافظات ب 60 جنيه كوكو الضعيف وصل 60 جنيه تعالوا نشوف كده مع تاجر من ضمن التجار بيقول ايه اسمه السيد ده هو تقريبا بيبيع سجاير صح؟ ببيع سجاير شويتي السودا الدولي في اللبان القديم بتشتريها بكام وبتبيعها بكام؟ انا المفروض باخد القاووسه من الاجلاسيه بتباع اللهم صل على النبي ب 239 جنيه 75 يعني العلبه واقفه بكام؟ العلبه واقفه ب 23 جنيه 75 بص بيقول لك العلبه بتقف عليهم ب 23 جنيه 75 بيبيعوها بره ب 62 جنيه وب 50 جنيه صح كده؟ هي العلبه السجاير المصري ايوه اما من ناحيه العلبه ال ام اللحمه من العربيه القاووسه بتعمل 430 جنيه خلينا مع الغلابه يعني غلابه مع بتوع الكليوباترا العلبه واقفه ب 23 جنيه 75 جنيه هي القاووسه كلها ب 239 75 جنيه التاجر بيبيعها بكام بقى التاجر بيبيعها ب 40 و45 بعد ما الاجلاسيه ما بيقفل بيبيع سوق سودا انا عندي حل عندي حل عشان دي ترجع لوضعها الطبيعي هي وكل حاجة مش السجاير بس على فكرة أنا مش مدخن بس أنا نفسي كل حاجة ترجع لوضعها الطبيعي بس أنا عندي الحل سواء للسجاير سواء للحمة سواء لأي سلعة موجودة حطي لي سعر عليها سعر علبة السجاير إيه المشكلة سعرها لي اكتب لي عليها 24 جنيه التاجر اللي هيبيعها ب 25 مواطن هيقول له لأ مكتوب عليها حضرتك 24 جنيه بتبيعها لي ب 25 ليه إيه المشكلة إن احنا نسعر علب السجاير ايه المشكلة ان احنا نسعر اللحوم نسعر الخضار نسعر رغيف العيش ايه المشكلة سهلة سعر لي السلع لا التاجر هيعرف يضحك على المواطن ولا المواطن هيضحك عليه تعالوا نشوف كده الناس في الشارع بتقول ايه بابا 40 جنيه بس زي ما قلت لكم يا جماعة احنا الحملة اللي عملناها اخر مرة مع اللواء طه ونزلنا وشفنا كبهنا التاجر ب 45 اتفاجئنا هنا نقب 50 كمان فدي كارثه يعني الكارثه الاكبر اهو التاجر نفسه العلبه مولبو اللحمه محتوامل حضرتك العلبه مولبو اللحمه واقفه ب 59 جنيه سوق اجلاسيه بيبيعوها ب 80 و85 جنيه ال ال ام واقفه ب 43 جنيه بيبيعوها ب 70 جنيه يا فندم حوام يعني عاوزه سجاب ب 430 جنيه تلم فيها مكسب 700 جنيه ده انت لو لميت فيها 450 جنيه كسبت 20 جنيه في القوايس كلها هتكسب ربنا يوديك كل لقمه من الصحن ما تاخدش الصحن كله ربنا ما قالش كده احنا بنموت يا فندم الجمله حلوه قوي كل لقمه من الصحن ما تاخدش الصحن احنا كله عجبتني والله دي بتتكتب على توك توك دي ولا انت عارفها اللي انا عايز اوصله لك كل تاجر يخلي باله جدا الفتره اللي جايه ان كاميرا مذيع مصر احمد طاحونه هتلاقيها في وشك في اي لحظه احنا بندخل الاول ورانا على طول رئيس الحي بالضبطيه القضائيه يعني ممكن حضرتك تكون في لحظه متشمع المحل كله بسبب ان انت بعت العلبه ب 45 بدل 23 تحياتي مذيع مصر احمد طاحونه
المايسترو بتاعنا محمد دياب بيقول لي ان ال ام وصلت 90 جنيه، صح كده يا استاذ محمد؟ 90 جنيه يعني، وبتطلع بكام يا باشا قلت لي؟ 50 جنيه؟ يعني بيكسب 40 جنيه في العلبه الواحده، ده ولا المخدرات، ده ولا المخدرات، طب ما تشوف لنا حد نشتري منه يا استاذ محمد ونبيع بدل الاعلام وجع الدماغ. المارلبور وصلت 100 ما شاء الله، يعني لو انا بشرب علبه كل يوم يعني 3000 جنيه في الشهر. الله اكبر الله اكبر يا عم، ولا اعلام ولا وجع دماغ. اه والله. تعالوا نروح لحاجه غريبه جدا. الطبيعي واللوجيك ان احنا بنسافر للاجانب عشان ناخد منهم ونتعلم منهم ونشوف الناس دي بيعملوا ايه، نشوف الخواجه بيصنع ايه. ده الطبيعي. اللي هنشوفه بعد ثواني العكس تماما. مهندس مصري قلب الموازين، خلى الأجنبي هو اللي يجي يتعلم مننا، هو اللي يجي يشوفنا بنعمل إيه، هو اللي يجي ويشتري ابن الإيه. على فكرة لما رحت ونزلت وصورت مع المهندس ده قلت له شرف ليا إن أتصور مع مهندس مصري جاب لي كل الأجانب من برة عشان يتعلموا مننا المصري بيعمل ايه. الراجل ده بيصنع يخوت. اليخت من بداية تصنيعه حاجة صعبة قوي قوي، حلم صغير قوي بيكبر 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 لحد ما يتحقق ويبقى حاجة كبيرة قوي. قدر باشمهندس عصام اللي هنشوفه بعد ثواني ان هو يعمل معجزة، يصنع يخوت بطريقة وأسلوب وفكر خلى كل الأجانب برا مصر ورجال الأعمال يقولوا جاري، يقولك لازم ناخد منك ولازم نشتري منك، انت عملت الحاجة اللي الأجانب نفسيها ما عرفوش يعملوها. عشان كده كنت بقولك العظماء كالأحجار الكريمة لا نصنعها بل نبحث عنها. عشان كده أنا دايما بدور على أي عظيم وبجري أصور معاه. معانا ومعاكم عملاق من عمالقة تصنيع اليخوت في مصر والوطن العربي باشمهندس عصام، نشوف مع بعض. عصام اهلا بيك. اهلا بيك دكتور احمد، نورتني وبرحب بحضرتك ومبسوط ان حضرتك نورتني هنا وبتسلط الضوء على المجال بتاعنا، مجال السياحه واليخوت السياحيه. احنا بنتارجت الناس اللي هي بتحتاج الفخامه وبتحتاج ان هي تطلع في يخت سياحي، كان رحله سياحيه او مركب برايفت خاص بي. احنا بنحاول ان احنا في صناعه اليخت اللي احنا نوفر كل جميع انواع الرفاهيه وان هو يبقى حاسس اللي هو قاعد في مكان مش محتاج اي حاجه تانية، يلف بيه العالم يستمتع بيه هو واسرته. وبننافس يعني بننافس في الصناعه عندنا هنا، بننافس دول كتير بره مصر، والحمد لله بلد رشيد هي اقدم بلد في بناء الخطوط السياحيه والمراكب الصيد. و عندي سؤال بس هقطع كلامك معلش، اليخت بياخد منك قد ايه يا باشمهندس عصام؟ اليخت بالنسبه لليخت اللي هو ال 44 متر او خمسه فوق ال 40 متر بياخد مني 10 شهور من بدايه الانشاء حتى التسليم النهائي. 10 شهور؟ 10 شهور. طيب لو في حد عايز بس في مسافه او وقت اقل من ده ينفع ولا صعب؟ ممكن نضغط شفتات، ممكن نخلي يعني اقصى حاجه ممكن نعملها في 8 شهور لو ضغطنا شفتات شغل يعني. طيب معنى كده بنقول لحضراتكم ان الشغل اللي هنشوفه بعد ثواني لو عجب حد ومحتاج ان هو يستلم من باشمهندس عصام نفس اليخت اللي هنشوفه بعد ثواني او اليخوت اللي هنشوفه بعد ثواني، التايم مش مشكله قوي بالنسبه لنا، ممكن نضغط الوقت مع باشمهندس عصام ونسلمه في وقت اقل. لو انت حابب بقى تستلم حاجه بروفيشنال قوي او حاجه براحتنا اكيد هيبقى الموضوع اسهل يعني. هو احنا بنشتغل على حسب طلب العميل. بيجي العميل بيختار الشكل اللي احنا بنقدم له كذا نموذج عندنا. تمام. هو بيختار منهم النموذج وبعد كده بيبقى احنا عندنا مكاتب استشاريه معنا مهندسين للديكور، فبيقعد مع مهندس ديكور هو بيعرض له كذا كذا نموذج برضو. هو بيختار شكل الغرفه، شكل الفورنيتشر. بعد ما بيختار كل حاجه بنبدا التنفيذ فورا. تمام. واحنا بنصنع حديد وبنصنع فايبر جلاس، كل ده على حسب احتياجات العميل. بعد ما بنقعد معاه اول اجتماع
وبنحدد كل التفاصيل العريضة في الشغل، بنبدأ التنفيذ فوري على طول يعني. شكرا، تعالوا مع بعض كده نشوف شغل باشمهندس عصام ونشوف قد ايه العظمه اللي هو عاملها. تحياتي مذيع مصر احمد طحون. انا مديانين هتحدى المستحيل، واللي انا قلته وعملته ما هو عادي. الرجاله شفتوا جمال اليخوت شكلها ايه؟ يعني وانا بتفرج يعني حاسس ان انا قاعد جوه اليخت، رجلي بتبلبط في الميه. الراجل عايشني والله بجد. واحنا عنده حاجه يعني فوق الوصف، جاب لي اليخت من اول تصنيعه لحد ما في الاخر خالص استلمناه زي ما انتم شايفين كده، لكل رجال مصر المحترمين، لكل رجال الاعمال جوه مصر وبره مصر، لاي حد حابب يعيش جو الفخامه يتواصل مع باشمهندس عصام، حد بجد محترم جدا، مهندس مصري من الدرجة الأولى. فاصل ونواصل. حياتك يبقى عندك يخت، يبقى الفيديو ده ليك. شركة سفري بتقولك حلمك هيبقى حقيقة. عملاق تصنيع وبيع اليخوت داخل مصر والشرق الأوسط. معانا هتختار كل التفاصيل بنفسك، كل الفرنيتشر اللي انت عاوزه، وهتختار بنفسك التصميم الخارجي والداخلي لليخت، وده عشان في شركة سفري هتلاقي كل اللي انت محتاجه، ومعاهم تيم من أكبر مهندسين في مصر والوطن العربي موجودين بس عشان ينفذوا كل اللي بتحلم بيه. واليخت ممكن يكون دور واحد أو دورين أو ثلاث أدوار، والمفاجأة الكبيرة إن اليخت بتاعنا كمان أربع أدوار. معانا هتلف العالم بيخت 7 ستار، مميز من الداخل ومن الخارج. ولسه مفاجأتنا ما خلصتش، مفاجأتنا المرة دي مختلفة. هتلاقي في اليخت جاكوزي على مستوى جديد وأكبر عدد غرف وحمامات مش هتشوفه إلا في اليخوت بتاعتنا، وسبقت أعمالنا مع شركة المسطحات وحرس الحدود والوحدات البحرية، واشتركنا في 12 مركب صيد تبع الثروة السمكية، وده كان بناء على تعليمات رئيس الجمهورية. وكمان عندنا مكاتب استشارية في كل التخصصات من المهندسين والمصممين ومكاتب الديكور، وعندنا كل التخصصات من الفايبر جلاس والحديد والدهانات. وده كله بيخلينا نقدم لك أعلى جودة بأسعار تنافسية. للحجز والاستعلام يرجى الاتصال على 04-70-78-79. زيت شيفا كوين، أول زيت مرخص بخلاصة بذور العنب في مصر والشرق الأوسط، في تركيبة خاصة هي الأفضل في علاج تساقط الشعر وزيادة كثافته وإعادة إنباته من الأطراف. الزيت له كوزموميديكال إفكت، حيث يحتوي على مادة تساعد على علاج قشرة الشعر، فلو في قشرة في الشعر ستختفي القشرة تماما بإذن الله. يعمل زيت شيفا كوين بخلاصة بذور العنب على كثافة الشعر وتثقيله للأطفال.
وبيدي نتائج هيلة جدا، فهو خاص بالأطفال أيضا. يحتوي زيت شيفا كوين بخلاصة زيت العنب على مادة مضادة للأكسدة أقوى من فيتامين ه بألف مرة، وبالتالي يعمل على المحافظة على الشعر وتقليل ظهور علامات تقدم السن. يعمل كعازل ضد أشعة الشمس ويعالج التهابات البشرة أيضا. زيت لكل الأسرة. للتواصل ستظهر أرقامنا على الشاشة. لطلبات الجملة 010-16-28-73-85. لطلبات المنتج 010-66-24-39-97. عدنا بعد الفاصل، وأثناء ما حضراتكم كنت بتشوفوا الإعلانات كلمني اللي هو طه، بعت لي على الفون بيقول لي شكرا. أنا اللي شكرا، وبجد بشكرك من كل قلبي أنت وكل رؤساء الأحياء وكل المسؤولين اللي حابين أن المواطن يرجع تاني يعيش في الأسعار الطبيعية اللي كنا عايشينها. أحب أن أنا أستجيب لطلبات الناس اللي كلمتني الحلقة اللي فاتت في مقطع كده طلع في وسط الحلقة في الفاصل. الناس كانوا عايزين يشوفوه تاني، معرفش هو معجبين بيه على ايه، انا نفسي مش معجب بيه، فشافوني في شكل تاني خالص وفي صوت تاني خالص وفي دنيا تانية خالص. انا نفسي والله معرفش عملت المقطع ده ازاي. كنت ماشي على البحر وبقول خواطر كده، قطر الحياة، وان كلنا واحنا ماشيين كل واحد فينا سايق قطر وماشي بيه. ناس بتركب وناس بتنزل، ناس بتركب وناس بتنزل، في ناس بتنزل بعد محطة واتنين، في ناس بتنزل بعد عشر محطات، ناس بتنزل اخر المحطة بتاعتك. المهم يعني تعالوا نشوف مع استاذ محمد دياب المقطع ونرجع تاني. الدنيا دي غريبة قوي، كل واحد فينا سايق القطر بتاعه وماشي بيه، وانت ماشي بالقطر بتاعك بتعدي على محطات، في ناس بتركب وناس بتنزل، في اللي بيركب محطة واحدة في حياتك وبينزل تاني، وفي اللي بيركب محطتين، في اللي بيقعد 10 محطات، في ناس مكملة معاك لحد آخر الطريق. عارف الناس دي؟ الناس دي هي بس اللي تستحق ان انت تحطهم جوه عينيك تشيلهم فوق راسك من فوق، لأن هم دول اللي مكملين معاك على الحلوة والمرة. صدقني وانت ماشي في الطريق وسايق القطر بتاعك، حافظ قوي على اللي متمسك بيك واللي عايز يكمل معاك لحد آخر. هو مكملش، بس مش مشكلة. بس عايز أقول لكم يعني هو ده اللي عامل يزعق طول الحلقة وصوته جايب آخر الشارع. هو ده والله، عندنا مواهب مدفونة يا جماعة، بس مش لاقيين حد يكتشفنا. يعني استاذ محمد دياب بيقول لي معاك 20 ثانيه بالظبط تختم فيهم. طبعا قبل ما اختم بشكره هو شخصيا على المجهود العظيم اللي بيقوم بيه هو وفريق العمل، الناس جوه في الكنترول. مش عايز اقول لكم والله مجهود خارق للعاده، ان انا الفقرات بتاعتي كتيره قوي، فالفقرات الكتيره دي تتعبهم هم. فبجد والله بشكركم من كل قلبي استاذ محمد دياب، انت والفريق العمل بتاعك. وقبل ما اختم، حب الناس ربنا يحبك، احفظ الناس ربنا يحفظك. شكرا لحسن مشاهدتكم، والى لقاء اخر ان شاء الله وبرنامج انتباه ايها الساده.